يا صباح الخير عن جديد، ان شاء الله هيك يا رب نهاركم يكون كثير حلو وظريف. اليوم اخترت لكم اكله كثير طيبه، تقريبا لازم ما يمرق مره بالشهر الا ما نعملها، هي يا اما رز بازاليا او ممكن نعملها اعاده تدوير ثانيه، وقت بيكون الرز بايت بنعملها اوزي. اليوم رح نعمل لكم اوزي طبعا، والاوزي ما بيلبق لها الا سلطه لبن بالخيار. هلا برجع هورجيكم اول شيء عندنا المقادير. هون في عندي لحمة، هلأ اللحمة بترجع بقى لست البيت، في ناس بتحبها بلحمة ناعمة، ناس بتحبها بلحمة خشنة، ناس موزات، يعني هي اختيارية. هون في عندي شوية بازاليا، هون تقريبا أنا نقعت كاستين رز مثل العادة، بنقع رز مصري مع رز الكبسة دائما مشان يعطي هذا الشكل، وبيطلع أزرف على الطبخ. هلا البهارات اللي انا بحتاجها، هون في عندي 7 بهارات او بنقلها بهارات مشكله. هون في عندي هيل ناعم، يعني ما بدي كتر، يا دوب ذره لانه ممكن تضرب لي الطعمه. طبعا بدي ملح، ومثل العاده انا وقت بطبخ الرز دائما بخلط بين الزيت والسمنه، يعني هذا سر طبخه الرز. اول شيء رح نبلش بالرز، رح ضيف الزيت يلي قلنا بيعطي اللمعه للرز. على فكرة هي سمنة بس أنا سوحتها قبل شوي، بقى مو تفكروا مو سمنة، سمنة كمان سمنة. هلأ رح ضيف اللحمة، خليت تقلى شوي، ومثل ما قلت ناس بتحبها بالموزات، ناس لحمة شقف مجرمشة، بس هي يعني بالمفرومة هي الناعمة تبع الهبرة تبع الكبة ما كثير بتزبط، فيفضل يعني هي أصغر قسم ممكن عشان تطلع كمان شكلها ظريف. رح نستنى عليها شوي لتنقلها، رح اتركها هون شوي. هلا رح نعمل، يا حذركم شو، الباقه العطريه اللي عودتكم عليها دائما. انا صح انه هو رز بازاليا، ما عندي مرقه دجاج، ما عندي مرقه لحمه، بس انا لازم اعملهم على ايدي. طبعا هذا الاختراع لازم يكون عندنا موجود مثل ما حكينا. رح ضيف هون ورق الغار، وهون رح احط هيل، كبش قرنفل، طبعا هي بترجع لست البيت هي شو بتحب تنقي، وحطيت كمان قرفه، مواد قرفه، وهيك بتصير عندنا اطيب، يعني مو اطيب من مرقه اللحمه، لا بتضل مرقه اللحمه فيها دسامه. يعني بفضل وقت لما ست البيت يكون مثلا سالقه لحمه قبل بوقت، تقيمهم على جنب، تحطهم بكياس او بعلب وتفرزهم بالفريزر، مشان هيك اكله بتفيدها، مشان ما تعمل هي الطريقه. هلا هيك حنضيف هون الباقه العطريه اللي هي البوكي جارني، رح ضيف معها مكعب مرق دجاج، بتعطي طعمه كثير طيبه. هلا انا ما حطيت هون لا سمنه ولا زيت، انا بالعاده بحط، لانه هون اوريدي انا حطيت زيت وسمنه وكثرت، بلشت تتقلى هون عندي اللحمه. هلا اهم شيء بالبازاليا انا ما كثير اقليها، هلا رح احط بهارات مشكله. هي بتعطي ريحه اللحمه هي، انتبهوا هون قديش انا حطيت هيل ناعم، ما تكتروا لانه ممكن يمرمر بالاكله ويطلع ما ظريف، يعني يا دوب هيك نكشه، ولازم حطه. وهون هلا رح اضيف ملح، بلش البرد وبلش الملح يجبل، بس بده ينزل، لا بس مو كثير، خلص تمام. هلا شو رح نضيف؟ البازاليا، البازاليا اهم شيء انا ما زيد عليها التقلاية، يعني يا دوب تشويحة، لأنه هي أساساً عم تجي مفرزة أو معلبة، بقى هي مستوية، يا دوب تشويحة مع اللحمة. هلأ أنا شو رح أعمل بقى بغيابكم طبعاً، لأني أنا تقريباً خلصت، رح أنطر لحتى هون البوكي جارني تخلص عندي، متى ما خلصت عندي أنا رح ضيفها فوق اللحمة والبازاليا، بعد منها رح سقط الرز، وبشوفكم بعد شوي ورجيكم كيف رح نطبق الأوزي. يسعد صباحكم عن جديد، ان شاء الله يا رب هيك يكون الاكل اليوم اللي نقيت لكم اياها ظريفه. هلا انا هون قبل بهديك الوقت انا طبخت الرز بازاليا، صار معي بهذا الشكل، سكبته. هلا صفي عندي هون شغله واحده، اني انا ضيفه، انا هون مقليه البازاليا اللوز، ممكن تحطوا لوز، ممكن كاجو، ممكن اي نوع مكسرات بتحبوه، بس هون اليوم توفر عندي اللوز. على فكره ممكن كمان الفستق العبيد عم يعملوه بديل للوز، ونصيحه جربوه، بس انه مهم ينسلق ويتقلى كمان نفس هي الطريقة، بيطلع كمان ظريف. هلا لحرك هيك بهذا الشكل، كمان أنا حطيت بقلبها سمنة، هي طيابتها هي تكون دسمة مشان الرقائق تبع العجين ما تكون
ناشفه. هلا هيك خلصت. هلا هون انا بغيابكم بصراحه بلشت بسلطه لبن بخيار لانه ما بيلبق لي غير سلطه لبن بالخيار. هلا هيك بظن كافي الخيار. رح اضيف الخيار هون. طبعا كلياتنا بنعرفها لهي سلطه لبن بخيار، يعني بنوتي عمرها 10 سنين بتقوم تعمل لها للماما. بس سبحان الله بتحسوا سلطه لبن بالخيار بتلبق للصيف اكثر. شفتوا ليش بحب الصيف اكثر انا؟ هلا هي ما بدنا اياها. هلا رح نضيف عليها تقريبا شي كيلو لبن جبت انا. هلا هي صحيح انه اكله رز بزاليا، بس والله انه بتفرق من حدا لحدا، يعني هيك في نفس هذا، يعني هيك وقت بنتهدى على الاكله تطلع هيك غير شكل. هلا حنضيف نعناع يابس. رح نضيف ملح. رجع هيك تمام. هلا رح اضيف سن الثوم، وهيك صارت عندي سلطه لبن بالخيار جاهزه. رح حركها. طبعا بالصيف نحن دغري بنحطها بالبراد، هلا ما شاء الله ما بدنا، برد لحاله خلق. هاي حنشيلها على جنب ونشوف كيف حنقدمها وقت التقديم. هلا حنبلش بقى بعملية الرقائق. هلا الرقائق كمان يعني بتلعب دور كثير منيح، يعني إذا كانت الرقائق مو منيحة بصراحة رح تفشل الأكلة، أهم شيء هي تكون الرقائق نوعيتها كثير منيحة، إن شاء الله يا رب اليوم تكون منيحة. رح نفردها بهذا الشكل. نحطهم هيك. بدي أفتحها شوي شوي، هي بدها شوي طولة بال يعني. هيك بهذا الشكل. باخذ طبقة، طبعا بده يكون عندي زبدية مثل هاي، رح حطها هيك. هلا إذا أنا للرقائق العجينة اللي عندي مو ظريفة خليني أحاول أحط كذا طبقة. هلا بلشت تفتح أنا معي هون مثلا، بدي أضطر أرجع أحط طبقة ثانية وثالثة. لا بس ظريفة نوعيتها. حنرجع نحط وحدة بالعكس، يعني حطيت وحدة هيك أنا بدي أحط وحدة هيك. بهذا الشكل. اللي بحبها كثير سميكة ممكن يحط طبقة ثالثة. بس انا هيك شايفه منيحه، بس حنحط وحده ثالثه لانه فتحت معي شوي من تحت. يعني هي رقائق هشه هشه لسه ارق من المحرمه، يمكن المحرمه بتتحمل دعك اكثر منا. مسح فيها ايدينا وبتضل مثل ما هي الا الرقائق. انا نكشه هيك تمام. هلا هون شفتوا انا الرز بزاليا خلصت عندي، بس ضفت عليها المكسرات. رح اضيف الرز بزاليا هون هيك. نحن دائما ناكل اول يوم رز بزاليا ثاني يوم اوزي اجباري ناكلهم يعني. بنكبسها بهي الطريقه. هلا بسكرها. طبعا الصينيه انا قبل بوقت لازم يا اكون دهنتها سمنه كثير، يا اما مثل ما قلت لكم استبدلوا دائما السمنه ودهن الصواني وهالقصص كلياتها بورق الزبده بيريحكم كثير، حتى الرجل بيريح. وعلى القليل بضمن اني انا ما رح تلزق عندي الصينية، ما رح يحترق شيء. هلا شوفوا حنجيب الصينية. رح ننزل أول قطعة. شوفوا كيف صار شكلها، طبعاً هلا كبيرة صغيرة بترجع لكم، بس أنا هذا بحسه الحجم الأساسي لي. هلا أنا حكمل هدول شغلهم، بس بدي أدياكم تعرفوا شغلة أنا قبل ما أحطها بالفرن شو رح ساوي. بدي أحط هون تقريباً لوزة بهذا الشكل. انا هي سمنه مو زيت، بس انا لاني سوحتها قبل بوقت رح اعمل هيك ودهنها بهذا الشكل عشان تاخذ لون. يعني انا هلا ما صفي علي غير اني انا حمرهم شوي من على الوش، وهيك بتكون صارت اكله الاوزي عندي جاهزه. وبشوفكم بعد شوي بطريقه التقديم. يا صباح الخير عن جديد. وهيك خلصت معنا الأوزي على قولة آية، وهي أساسا مشتقة من كلمة كوزي، هي أساسا كوزي مو أوزي. وهيك صار الشكل النهائي لإلها. أنا بس دهنتها مثل ما شفتوا، دهنتها شوية سمنة وحطيتها يا دوب خمس دقائق بالفرن وعطت هذا اللون. وهون سلطة لبن بخيار كمان صارت جاهزة. إن شاء الله يا رب وصفة اليوم تكون عجبتكم، وبكره في أكلة كتير 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 طيبة يا صبايا.